يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، نقول هل من نصيحة توجهونها لبعض الكفلاء لما فيهم من سوء؟ هل من نصيحة توجهونها لبعض الكفلاء لما فيهم من سوء معاملة لبعض مكفوليهم، وكذلك نصيحة للمسؤولين لوضع حد يرضع الكفلاء الذين يسيئون معاملة المكفولين أو يؤخرون رواتبهم أو غير ذلك؟ الظلم لا يجوز مع المكفولين ولا مع غيرهم، ولكن الأجير من باب أولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطوا الأجير أجرته قبل أن يجف عرقه. وجاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم يكون خصما يوم القيامة لمن استأجر أجيرا فاستوفى منه العمل ولم يعطيه حقه، خاصمه الرسول يوم القيامة نسأل الله العافية. فعليهم أن يتقوا الله وأن يعطوا الأجراء أجرتهم مكفولين حقوقهم ولا يظلموهم، هذا الذي نوصي به. وأيضا الحمد لله في جهات حكومية ترفع لها الشكاوى في هذا الأمر، هناك نظام عمل، هناك وزارة للعمل ترفع شكوات في الظلم الذي حصل عليه. نعم.